راسك فين يا حبيبي؟ طب رخصك فين؟ نعم؟ لا معيش كمامة، فين رخصك بس؟ طب بعد الرخص يا حبيبي. طب سيب لي العربية. هو مين اللي رفع الفيديو؟ يعني احنا اولا ده مش تصوير حد من بره العربية، فهؤلاء يتباهون. لكن مين اللي علمه؟ ومين اللي اداله العربية يسوقها؟ ومين اللي دلله الى هذا الحد؟ ومين اللي فهمه لما اي حد يستوقفك قول له انت مش عارف انا ابني مين؟ الولد لو لم يقوم سلوكه ده هيكبر ويبقى أسوأ من كده. لكنك فشلت في تربية ابنك، ومعك كل الحق، لأننا في دولة ليس بها قانون. لا ده مش طفل، لأن ده بكرة لما يكبر هيضرب الناس بالجزمة.